كاليها حكايها أرمها أفريقيا وسارد أرمها دبده مريكان كمستر كارلون أي عشر جرايد أو كوكب تسافر دا مريكان كمجال دا نيروبي وحاو كجها اللي أرمها دورها أو كوساف سن حالة الصوماليا كاليها حكايها أرمها أفريقيا أي عشر جاي إلى يسود وينيان وربحنا دي مدى وغيروب إي أي يو دا يوليبا هشيسكي جبوتي إي دولة الصوماليا دلوغو صوى بسي وحوصدو كاليكها اللي مستر كارلو مجال مقدشة دلالك يرفشدها كجرة تاسا او شاقة اني قعان كسينيان دولة من مدى قران ادالك صوماليا كاليها حقايها الرماها افريكي وسارد الرماها دبادة مستر كارلو ايا سيدو كالي كديريي حالد بن ادن ما اي كجرة دالك صوماليا وحانو شاقة ان الا لبا مليون او قف او صوماليا اي او باهن يهين قرقار بن ادن مو دولة اريتريا ايو سيدو كالي كو ايديي ان اي سعد اتاقيرتو كوحاها الشباب يقوى وقت المامي إن أمي الأدقهين Eritrea has been playing, continues to play in Somalia with its material support, the arms and ammunition for Al-Shabaab and extremists. That this is, this feeds the violence that we're witnessing in Mogadishu. دانكا كلانا قار كمدا ورياشا كنو المقالة النيروبي أيا وحلا قحو ماذا قت المامي أفديو كمالنك اللي بعد كوحاهو بيساني أي كوهيستان أقاسمي تي في جي يونيفرسال إبقى لدى مقدشو إبراهيم محمد حسين جاكي أو شلي قلن كي دنبكو حاسا إيكا أفضل بتان إنتا أولا حيسا مقدشو إيا أفقو إيه مركو هو الرئي سبحان الله هاي ورفع فنتو وهاب بلشدو اللو قد بيو حق يا خبارات يدو الله مرايو أن غالبك وربايم تأله مقال مقال يا قرال وحان الله هاي وريوه وقد بيو حق تاسي ووعي قليه ومدى أن ووخ شخصي ضدك وحبريه وعربا انا انصر الله بطول الله بير كيرا هدو ان صاحب كان ابراهيم جاكي وكيل كان حفيز كي يونيفرسال مقالة دا مقدشو مالنتي اللباد مقدشو كوحان لقرن اي كوهيستان وحان لايه هدي جاكي لو هايستو فكر كي صحور تاه فريدوم اوف اكسبريشن اي دوتكو قبعن ان ابراهيم محمد علي هل سيب دايو انا وكو هالله يا مقع صحفيين تا صومالي دا يكون نقان مقالة دا نيروبي إن وحن آد مركز وغن حناي إسلام مركز أنا عم بارين إن حرقة يا أفدوب كلو جيستي إبراهيم جيكي ويسوقوا أها وكيل ك إن تلفزيون كعالمي جا يونيفرسال مجلة مقدشو وعنك عطسان إن كوحها يجو مركز أفدوب تي إن أي سيدا ورخ سيها بدن أسي دايان إسلام مركز أنا احترامان حرية الصحافة دا مقعي هو بلقرحن إن أكمل دوري أشك سوبر مجلة النيروبي هذا كينيا een runtii waxaan aad iyo aad uga naxnay een falkii loo la kacay agaasimihii telefishinka universal ee koonfurta Soomaaliya een FNJK waan maqlay een shalay gelinkii dambe in kooxaha weysan ay ku afduubteen inta u dhaxaysa Tagadisho iyo magaalada Muqdisho in ninkaas la sii daayo oo weliba si shuruud la'aan ah kooxaha haysta ay ku sii daayaan magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajiro oo markaas ka tirsan gudiga midowga saxafiyinta dibajooga gaar ahaan ah gudoomiyaha gudigaasi hadii aanu nahay gudiga midowga saxafiyinta dibajooga ee Soomaaliya waxaan si aad ah u cambaareynaynaa falka lagu la kacay saaxiibkeen Ibrahim JK agaasimi universal konfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa maamulada kala duwan iyo waliba qaybaha kala duwan ee siyaasadda iyo arrimaha bulshada dadka ka shaqeeya in arrimahaasi ninkaasi falka lagu la kacay ay wax badan ka qabtaan isla markaasna ka qayb qaataan soo dentiisa waxaan si gaar ah u codsanaynaa in dadka gacanta ku haya markaas la sheegay inay ninkaasi qafaasheen ay soo daayaan inta badan wariyeyaasha ka hawlgala gudaha dalka Soomaaliya ee ku shaqeeya